السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سي فؤاد مبارك سعيد. بارك فيك. كيفاش الصحه هناك؟ كل عام وانتم بخير ان شاء الله. بارك الله فيك. كيفاش دوزتوا العيد؟ دوزتوا مخير مع العائله ومشينا الجامع صلينا والحمد لله مع الاولاد ارتحنا. غير دابا مشكل هذا العيد كي شويه عياش شويش على مشاكل ديال الحراك. كتشوف دابا الشباب ديالنا هما في الحبس. دونك هذا العيد ماشي العيد، عيد نص العيد. كنفرحوا ماشي فرحين. الا كان زعما العيد بصح يكون الناس كاملين يخرجوا من الحبس والمغرب ان شاء الله الناس يديروا الخدمه ديالهم والوطن ديالنا غيكون مزيان. هادشي اللي كنتمنوا، هذاك الشيء هذاك اللي نتمنى ديالي دابا في الساعه ان شاء الله. اي بور لي فاكونس ان شاء الله سسخا ايسي او ماروك. ايوا لي فاكونس غنحاولوا نمشيو المغرب نمشيو هنا. المهم انه ما دائما في المغرب البنديانه. قلت لك دابا في الساعه البنديانه في المغرب، فهمتي؟ دابا البنديانه مع الحسيمه مع الناس ديالنا اللي هما دابا في الحبس، فهمتي؟ ودابا خصنا نشوفوا شنو غنديروا. دابا بحال اللي قلت انا في المداره اللي عملتنا في طنجه، قلت الناس اللي غادي نهضروا معاهم ونعملوا لهم الحوار هما في الحبس، والناس اللي خصها يكونوا في الحبس هما برا. دابا خصنا نشوفوا واحد الحل على هذا المشكل هذا. الحمد لله هما هنايا ونديروا اي حاجه هي الطريقه اللي غادي نديروا باش نعاونوا البلاد ديالنا، هذاك الوطن ديالنا، وكنحبوا الملك ديالنا وكنحبوا الوطن ديالنا. غير الله يخليكم الناس اللي خدامين تماك يعملوا الخدمه ديالهم، يخرجوا في اكبر وقت هاد الناس اللي محبسين دابا في الحبس. ان شاء الله بارك الله فيك. شكرا.